بسم الله الرحمن الرحيم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. অনেক বড় আয়াত। জি জি আচ্ছা, তাহলে এই পর্যন্তই থাক, আয়াতের অর্ধেক থাক। আস-সামাউ মুনফাতিরুন বিহ কানা ওয়াদুহু মাফউলা। إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل জি পড়া এই পর্যন্ত থাক, একটু ওই আয়াতটা একটু কমপ্লিট করে একটু পড়িয়ে শোনাবেন। علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ جزاك الله خيرا অনেক বড় আয়াত এই যে সবচেয়ে বড় আয়াত